السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم، معكم اخوكم عاصم الخليل من قناة فريلانس اكاديمي. اخواني بس راح نشرح ببساطة طريقة استخدام البرنامج الخاص بالكورس المدفوع لإيباي لبيع برامج لبيع البرامج على إيباي حتى الاحتراف. معلش طبعا اعذروني اني تعبان شوي، لكن الله المستعان. الآن البرنامج طبعا صار جاهز، راح تلاقي البرنامج أسفل الفيديو إخواني رابط التحميل، راح تحمله بهذا الشكل، راح تظهر عندك هاي الأيقون زي ما أنت شايفينها. كل المطلوب منك الآن إنه تشكلها دبل كليك عليها، يقوم البرنامج بشكل أوتوماتيكي بتحميل نفسه على الجهاز. نصبر شوي معاه. هذا الشرح بس عشان طريقة استخدام البرامج اللي راح نشتغل من خلالها، والآن راح يكون عندك انت 3 برامج في المرحلة الأولى راح تشتغل من خلالها. كل برنامج راح يتم شرحه بشكل موسع لما نوصل عنده الدروس، ولكن الآن راح أشرح بس بشكل سريع بسيط عشان بس تفهم ايش البرامج اللي راح تظهر عندك. طبعا كل نسمح له. هذا البرنامج شباب، هاي الواجهة الرئيسية للبرنامج. الآن هو يطلب مني إني أدخل الاسم وليكن أشرف الميل والإيميل وليكن أشرف @gmail.com. يطلب مني طبعا السيريال نمبر، هذا السيريال نمبر. بعد هيك بضغط على داونلود. ركزوا بهاي الخطوات والله يا اخواني، هاي الان هاي الازرار كلها بيسيف. الان اول زر راح اضغط عليه هو داونلود. بنتظر شوي، هو بقوم الان البرنامج بالاتصال بالانترنت زي ما انتم شايفين هون، بقوم بالتحقق من السيريال والمعلومات اذا كانت صحيحه او غير صحيحه. بناء عليه يعطيك الجواب ويبدا تحميل اذا كان السيريال شغال والمعلومات صحيحه. طبعا مع مراعاة شوي بياخذ شوية وقت حسب سرعة النت عندك. الآن هو قام بتحميل البرنامج. ننتظر طبعا الأزرار الآن كلها ديسيبل، ما في ليزر شغال. ننتظر الحين انتهاء عمل التحميل بشكل 100%. بعد هيك راح نشوف انه الزر الاولاني صار disabled، ما بنقدر نضغط عليه مره ثانيه. باقي الازرار صارت شغاله. ناخذ احنا بالترتيب، نضغط على اول زر عشان طبعا احنا نصبر شوي عليه عبين ما يقوم بعمليه التحميل البرنامج الاول. ما بننتقل للبرنامج الثاني الا بعد انتهاء البرنامج الأول عشان ما يصير معك أخطاء. لازم تشتغل برنامج برنامج، كل برنامج انت بتقوم بإضافته طبعا بيروح اسمه من هون عشان تكون عارف انت انه قمت بإضافته، ولكن ما تنتقل للي بعديه إلا لما تضمن انه البرنامج الأول انتهى من التحميل بشكل كامل. بعد هيك تنتقل للبرنامج اللي بعديه. نصبر شوي كمان عليه، لهم عبارة عن 3 برامج برنامج واحد شغالين. ظل البرنامج الأخير طبعا. البرامج هاي زي ما حكينا راح يتم شرحها بالتفصيل اثناء
الدورة وأثناء العمل، لكن الآن لمحة سريعة عشان نعرف أنت كيف تقوم بتنصيب هاي البرامج على جهازك. الآن احنا انتهينا من البرامج، الآن نضغط على Finish. طلعت عندي 3 شورت كات جداد زي ما انتم شايفينهن أمامكم، واحدة اسمها Install، واحدة فيديو، واحدة اسمها VPN. بالنسبة راح نستخدمهم واحدة واحدة بشكل سريع عشان تفهموهن. بالنسبة أول شيء للفيديو عشان هو اللي بخصنا الآن عشان الكورس، طبعا هاي الانستول عشان تظهر عندكم، صارت عندنا هذول الثلاث أيقونات اللي بيظهروا عندنا جداد. بالنسبة للفيديو دبل كليك على الفيديو راح تفتح عندك زي ما انتم شايفين هاي صفحة الفيديو اللي راح يتم من خلالها عرض الفيديوهات كاملة. طبعا انا هون ما راح اقدر اضغط على الازرار، لاني اذا ضغطت على الازرار راح يفصل التسجيل، لانه مبرمج بطريقة انه يمنع تسجيل الشاشة، فما خليت انا غير بس الرسائل المهمة هي اللي مش مضاف الى هاي الخدمة. يعني على كل حال هاي الاقسام كلها موجودة. في حال توفر اي فيديو مباشرة بتقدر تستخدمه، مش بحاجة انك تغير البرنامج. يعني باختصار شديد احنا بنقوم بتحميل الفيديو على السيرفر، وانت هون مجرد ما ضغطت على مثلا فتح حساب بيبال راح يظهر عندك الفيديو، مجرد ما فتحت على اي فيديو اخر راح يفتح عندك. الفيديو اللي ما بكون اتحمل ما راح يفتح عندك، راح يعطيك انه لسه يعني ما تم تحميله لحين انتهاء كل الفيديوهات باذن الله رب العالمين. طبعا الفيديو الاول اللي هو فتح حساب بيبال صار تقريبا جاهز، راح يتم رفعه خلال ساعات بإذن الله رب العالمين، راح يكون شغال معاكم. وبعد هيك كل فيديو بينزل جديد راح أبلغكم على الجروب إنه الآن نزل قسم كذا، فبناء عليه أنت من البرنامج تقدر تحضره. طبعا أنت لو ضغطت على زر رسالة مهمة، طبعا هاي بس عبارة عن سامبل عشان أنت تشوف هذه الفكرة اللي بتكون موجودة، طبعا عشان ما يصير أخطاء هون بالصوت. هذه الفكرة اللي بتكون موجودة، بظهر عندك الفيديو بهذا الشكل. لو ضغطت دبل كليك عليها بتكبر الشاشة، تقدر تشوفها على حجم الشاشة. دبل كليك بترجع زي ما كانت. هاي بالنسبة للفيديو، كل الأقسام هاي موجودة إن شاء الله رب العالمين، راح تتوفر بأسرع وقت ممكن. هذا بالنسبة للفيديو. الآن بالنسبة للفي بي إن، طبعا ما راح نستخدمه الآن لأنه راح يعمل ريستارت للجهاز، راح تشوفوا شرحه أنتو في الكورس. لكن انت راح تحتاج انك اول ما تشغله انك تضغط على كلمة في بي ان عشان تثبت الاضافة الخاصة بالجوجل كروم عشان نستخدم الفي بي ان. راح تفتح معك بهذا الشكل. طبعا عندي هي مثبتة الان، كونها مثبتة ما راح تكون موجودة عندي. راح يسألك انه بدك تشيلها من كروم، لا انت بتثبتها طبعا في حال انك لسه بتستعمل جديد عشان تنضاف الاضافة عندك. ما تستعمل الان هاي البرامج الا مع الشرح بس. طبعا البرنامج الاخير راح يكون اللي هو الانستول، اللي هو لوحة التحكم اللي بيقوم بكشف السيريال نمبر اذا كان مستعمل او غير مستعمل. راح نجرب مع بعض الان بشكل بسيط على السيريال اللي احنا استعملنا الان، مثلا الادمنز. نقوم بالضغط على لوج ان، تفتح عندي هاي الشاشة زي ما انتم شايفين شباب. الان من خلال هاي الشاشة انا بقدر اتحقق من اي سيريال كان تم استخدامه او ما تم استخدامه زي ما راح تشوفوا معي الان. طبعا راح نقوم بتجريب الان احد السيريالات اللي تم استخدامها من قبل احد عملائكم، بس عشان تشوف ايش الفكرة كيف صارت. نضع السيريال هون، نضغط على سيرش باي سيريال نمبر، ننتظر شوي طبعا شباب عشان هو يقوم بالاتصال بالسيرفر ويتحقق من معلومات السيريال. الان جاب لي هو معلومات السيريال زي ما انتم شايفين، بدأ يجيب لي بالخريطة ويجيب لي بالمعلومات. نصبر عليه شوي. الان زي ما انتم شايفين هون هذا السيريال، هذا اسم البرنامج مكافي انتي فايروس، اسم الكمبيوتر اللي هو ديسكتوب بي او الى اخره.
الاي بي الخاص بالشخص اللي حمل، نيم بيرسونال بي سي، هنا الايميل الخاص فيه، البلد هو من يونايتد ستيت وهو من اتلانتا، وهنا من طبعا بيعطينا خط الطول والعرض عشان الخريطة، وهنا اعطانا نوع الويندوز الموجود عنده، مايكروسوفت ويندوز 10 برو بروفيشنال، واعطانا الفري سبيس اللي موجودة عنده على السي اللي هو طبعا 68 جيجا بايت فري موجودات، يعني بيقدر يشتغل من خلالهن، واعطانا السيستم تايب اللي هو اربع كلها بتفيدك عشان تقدر انت من خلالها تحدد انه لو حصل معاه اي مشكلة بتقدر ترجع لها وتعرف هاي المعلومات، بلس انه لو قال لك انا ما استخدمت البرنامج تقدر انت من هون تعرف انه استخدم البرنامج وتصور له الشاشة وتبعت له اياها. الخريطة شغالة طبعا، البرنامج شغال بشكل ممتاز ان شاء الله رب العالمين، واضح بيعطيك تفاصيل بشكل كبير. طبعا احنا هون مش بصدد شرحه بشكل كامل، لكن الفكرة انه يعني كل الامور هاي شغالة 100% باذن الله رب العالمين، بحيث انت تقدر تستخدمها بطريقة مفيدة لك ان شاء الله. هيك هاي اول خطوة شباب، تقوم بتثبيت هاي البرامج عندنا بالطريقة اللي شرحناها بالضبط، وتكون موجودة عندنا هذا الجهاز، وبعد هيك نبدأ نستعملها مع بعض بإذن الله رب العالمين. يا رب إن شاء الله أشوفكم على خير. الدرس القادم اللي هو شرح فتح حساب بيبال صار جاهز، راح يتم رفعه إن شاء الله خلال ساعات بإذن الله، وتقدروا تحضروا من عندكم من خلال أداة الفيديو الخاصة بعرض الفيديوهات الخاصة بالكورس لهذه الأداة زي ما شرحناها بإذن الله. يعطيكم العافية وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.